السابعة بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء من الميادين، نبدأها بالعناوين. 10 شهداء على الأقل في هجوم مسلح لحركة الشباب الصومالية على فندق في مقديشو. القوات العراقية تواصل تقدمها شمال صلاح الدين وتصل مشارف الشرقات. مقتل عدد من المسلحين في غارات سورية وروسية مكثفة على مواقعهم في ريف حلب. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تسريع خروج بريطانيا، واسكتلندا تتوجه لإجراء استفتاء بشأن الاستقلال. البابا فرانسيس يزور النصب التذكاري للمجازر الأرمنية في يريفان ويقول إن الذاكرة لا يمكن محوها. مرحبا بكم، نبدأ هذه النشرة من الصومال، حيث أفاد مراسل الميادين في مقديشو نقلا عن مصادر طبية باستشهاد 10 مدنيين على الأقل وإصابة 7 آخرين في الهجوم المتواصل على فندق وسط العاصمة الصومالية مقديشو. مراسل الميادين أفاد بأن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت المدخل الأمامي للفندق، وقبل وقوع إطلاق نار متبادل بين المهاجمين والحراس. حركة الشباب الصومالية تبنت الهجوم وأكدت أن عناصرها تمكنوا من اقتحام الفندق وما زالوا يتحصنون فيه. هذا ويرتاد الفندق عدد من النواب والمغتربين الصوماليين. للمزيد معنا من مقديشو عبر الهاتف مراسل الميادين شافعي محمد. شافعي، هل ما زال الهجوم على فندق ناسا هابلود متواصلا وماذا في آخر التفاصيل؟ الزميلة رامية، الهجوم على فندق ناسا هابلود وسط مقديشو ما زال مستمرا. القوات الأمنية أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى هذا الفندق والشوارع المحيطة به. ما زال مع الرصاص المتبادلة بين الجانبين مستمرة في مصيد الفندق، إلى جانب سيارات الإسعاف تواصل نقل أعداد الجرحى والقتلى إلى مستشفيات مقديشو. رأيت بعيني عدد من القتلى الذين يتم الهجوم. ما زال مستمرا، حركة الشباب تبنت بهذا الهجوم، هو الثاني من نوعه خلال هذا الشهر. الهجوم السابق وقع في فندق آخر مطلع هذا الشهر والذي أودع بحياة أكثر من 20 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين. حصيلة هذا الهجوم يعني ما زالت متضاربة. بعض المصادر تؤكد أن شافعي، للأسف لا أتمكن من أن أستمع إلى المعلومات التي تعطينا إياها حول آخر التفاصيل لهذا الهجوم لأن الصوت يصل بشكل متقطع. أشكرك بكل الأحوال شافعي محمد مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من مقديشو، ونعتذر من مشاهدينا لرداءة الصوت. إلى العراق، حيث أفاد مراسل الميادين في بغداد بأن القوات العراقية استعادت السيطرة على تقاطع الشرقات بعدما حررت قرى إبراهيم الشيخ وإبراهيم الحماد وسلال. إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين أن القوات العراقية صدت هجوما لتنظيم داعش في منطقة الزرقاء في قاطع صلاح الدين، ما أدى إلى مقتل 25 مسلحا من ضمنهم قائد العملية المدعو محمد عبد الستار، وإضافة إلى جرح 13 وخسائر في العتاد. وفي الفلوجة أفاد مراسل الميادين بأن كتائب حزب الله العراق قامت بإسناد مع الشرطة الاتحادية بتطهير الأزرقية في حزام الفلوجة الشمالي من العبوات. هذا وقد استكمل جهاز مكافحة الإرهاب تطهير حي المعلمين، فيما تمكنت القوات العراقية من رفع العلم العراقي على المستوصف الصحي في حي الجولان شمال الفلوجة. أشعر بفخر أنه تنسيق وتعاون عالي بين كل هذه القوات، وما كان يتم هذا النصر وبفترة وجيزة وسريعة نتيجة هذا التنظيم وهذا التنسيق وهذا التعاون. مؤسسات العسكرية والتعليمية لفترة طويلة تدرس معركة الفلوجة، هذه المعركة اللي تحققت بشكل سريع
وبدروس مستنبطة يستفاد منها العالم كله. لو نراجع المعركة ضد الإرهاب في العالم كله نشوف النصر اللي يتحقق بشكل سريع بالفلوجة ما تحقق مثله في كل مكان بالعالم. من بغداد ينضم إلينا مراسل الميادين عبد الله بدران. عبد الله، أبدأ معك من استعادة السيطرة على تقاطع الشرقات، ما أهمية هذه الاستعادة؟ نعم رامي، لا سيطرة على هذا التقاطع وهو الطريق الرابط ما بين شمال شرق محافظة الأنبار وكذلك شمال غرب محافظة صلاح الدين، هو سيطرة على موقع امدادات لداعش مهم جدا ما بين منطقة الجزيرة والبادية ومن بين محافظة صلاح الدين، وبالتحديد ما بين داعش المتواجد في شمال محافظة الأنبار حيث منطقة الجزيرة والبادية ما بعد ضفاف نهر الفرات وكذلك ما بعد منخفض الثرثار باتجاه الشرقاط حيث التواجد العسكري الأخير لداعش في محافظة صلاح الدين. القوات الأمنية العراقية بالفعل قبل الوصول لهذا التقاطع كانت قد سيطرت على عدد من المواقع والقرى المهمة بعد الاندفاع ما بعد قرية شيخ علي، وسيطرت على مبنى السكك الحديد محطة السكك الكبرى، تمكنت من دفاع من محورين، الأول هو على حدود محافظة صلاح الدين والأنبار وهو الشمالي الشرق الشمالي الغربي، وكذلك اندفاع من شمالي بيجي باتجاه ما بعد الحراريات صوب الشرقاط، واستطاعت عبر هذا التكتيك الذي اعتمدته من الوصول بهذا الاندفاع السريع نحو الشرقاط بعملية تهدف لدخول هذا القضاء الهام والبارز. وآخر الأقضية التي يحتلها داعش في محافظة صلاح الدين بذات الوقت، القوات الأمنية العراقية عندما تقدمت بهذا الشكل السريع عسكريا على الأرض، طبعا نتحدث عن جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الرد السريع، كان هناك تقدم أمني للقوات الأمنية العراقية ما بعد منطقة الفتحة وتعزيز لخط الصد والمواجهة مع داعش عند مرتفعات شمال شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين، ما أدى لأن يبتكر داعش أسلوب عمليات الالتفاف ومحاولة ضرب خطوط الإمداد العسكرية سواء شمال غرب تكريت مركز المحافظة وهي العمليات العسكرية في الشرقاط أو في شمالها الشرقي حيث الهجوم الذي شنه داعش في منطقة الزرقاء على قوات الحشد الشعبي وكذلك الشرطة الاتحادية المتواجدة في هذه المنطقة. السيطرة على هذا التقاطع واجتياز قوات الأمن العراقية لهذا التقاطع هو قطع لخطوط إمداد وعقدة اتصالات مهمة لداعش ما بين صحراء الجزيرة والبادية وما بين شمال محافظة صلاح الدين، هذا من جهة. من جهة أخرى هو تعزيز القوات الأمنية العراقية أصلا التي تقدمت من شرق وجنوب شرق محافظة نينوى، ونتحدث عن قاطع مخمور باتجاه نهر دجلة أي بالوصول إلى ضفاف دجلة وعبوره نحو القيارة. نعم رامي، شكرا جزيلا لك عبد الله بدران مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من بغداد. تحرير قضاء الفلوجة على يد قوات الأمن العراقية وفر انعكاسا أمنيا إيجابيا على العاصمة بغداد والمناطق المحيطة بها، فالفلوجة كانت تعد مركزا حيويا يعتمد عليه تنظيم داعش في تنفيذ اعتداءاته على بغداد. محمد الفهد. أهمية تحرير الفلوجة على مستوى ملف الأمن في العراق أنه ترك أثره إيجابا عند عدة نقاط، لعل أبرزها تخفيف الضغط على القوات المشتركة المنتشرة في حزام العاصمة بغداد، بالإضافة إلى ذلك وبحسب الخبراء ضرب أهم موقع استراتيجي لداعش لجهة إنتاج المتفجرات والصواريخ والسيارات المفخخة وتجهيز الانتحاريين لضرب أمن المناطق المجاورة ولا سيما العاصمة بغداد. نجد أن الجميع هو يطمح على تقديم ما يمكن تقديمه لهذه المعركة. معركة الفلوجة لها رمزية كبيرة، تحريرها سينهي الإرهاب في العراق بشكل كامل لأن الموصل معركته محسومة إن شاء الله. الأوساط الشعبية وحتى السياسية في العاصمة العراقية بغداد باتت تعول كثيرا على تحسن الوضع الأمني فيها نتيجة نجاح عملية تحرير الفلوجة باستئصال التنظيم من أهم موقع استراتيجي، إذ يعدها داعش مركزا لتوزيع أدوار عناصره نحو ضرب الأهداف المدنية والحكومية في بغداد وباقي المحافظات. الانعكاس إيجابي بشكل كبير، ولو أذكر ما تم إيجاده من أسلحة ومعامل تفخيخ في مدينة الفلوجة يكفي ليس لمواجهة أو لتفخيخ بعض مناطق بغداد بل لكل محافظاتنا العزيزة، ولهذا أصبح اليوم نصرا كبيرا بالقضاء على ديمومة الدعم اللوجستي بالتجهيز والتسليح هذه التنظيمات الإرهابية. حالة الهدوء النسبية التي تعيشها بغداد طيلة فترة العمليات العسكرية في الفلوجة قد تكون مؤشرا أوليا وانعكاسا طبيعيا
حاليا للإنجاز الميداني الأهم بحسب المراقبين. استمرار الاستقرار الأمني في بغداد قد يكون معرضا لوعكة أخرى ما لم تتوافر هنالك مناعة استخبارية تعالج الخلايا المتأهبة أو ما تعرف بالخلايا النائمة والتي تحاول استغلال أي ثغرة أمنية. محمد الفهد، بغداد، الميادين. وفي شمالي العراق نفذت مقاتلات تركية غارات ضد حزب العمال الكردستاني، شملت أيضا مواقع للحزب في ولايات جنوب شرق تركيا. هيئة الأركان التركية أعلنت في بيان لها أن الغارات أدت إلى تدمير المواقع المستهدفة بالكامل. اعتقلت الشرطة التركية 28 شخصا من أنصار الداعية المعارض فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعلنت السلطات استمرار البحث عن 23 شخصا آخرين في اسطنبول وأقاليم كونيا وقيصرية ومجلة الجنوبية. هذا وتشن السلطات حملة اعتقالات واسعة ضد أنصار جولن الذي يتهمهم الرئيس رجب طيب أردوغان بإنشاء كيان موازن لإطاحته. أفاد مراسل الميادين في حلب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين بعد استهداف سلاحي الجو السوري والروسي مواقعهم في ريف حلب الشمالي. إلى ذلك تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التقدم في الأحياء الجنوبية لمدينة منبج بعد معارك مع تنظيم داعش. نتابع التفاصيل في التقرير الآتي. سماء حلب تمطر غارات على مواقع المجموعات المسلحة، القصف المكثف لا يتوقف، وليل حلب بات موصولا بنهارها. غارات سلاحي الجو السوري والروسي لم تتوقف مستهدفة المسلحين على جبهة الليرمون وفي طريق الكاستيلو ومزارع الملاح والسكن الشبابي ومنطقة بني زيد وحريتان ومخيم حندرات بالتزامن مع قصف مدفعي. الغارات أوقعت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين، كما دفعت أعدادا أخرى منهم إلى الانسحاب من منطقة بني زيد التي بقي مسلحو جبهة النصرة فيها. وإلى جانب قصف تجمعات المسلحين تستهدف الغارات أيضا طرق إمدادهم في المنطقة. التغطية الجوية جاءت دعما للقوات البرية التي تشارك كذلك في المعركة، وهي استطاعت التقدم على محور بني زيد ومحور الدباغات في معامل الخالدية وفي جمعية الزهراء والليرمون. غير بعيد عن هذه الجبهات إلى الشمال الشرقي تشهد جبهة منبج تطورات ميدانية مع تقدم قوات سوريا الديمقراطية في الأحياء الجنوبية للمدينة بمواكبة جوية من طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. عقب معارك عنيفة مع تنظيم داعش استطاعت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على مدرسة الشريعة ودوار المطاحن ومنطقة الصوامع لتشرف بذلك على أكثر من نصف المدينة وتضيق الخناق على مقاتلي داعش داخلها. وبموازاة ذلك يبرز تصاعد وتيرة الاغتيالات بين الجماعات المسلحة في سوريا، فقد قتل عشرات المسلحين بينهم عدد من القادة البارزين في اغتيالات متبادلة شملت مجموعات عديدة بينها جبهة النصرة وجيش الإسلام وفيلق الرحمن وغيرها، وتوسعت رقعتها لتشمل مناطق مختلفة وخصوصا مدينة إدلب. نتابع التفاصيل في عرض مع الزميلة بسان طراف. أهلا بكم. تركزت الخلافات بين الفصائل المسلحة في محافظة إدلب بين جبهة النصرة من جهة وحركة أحرار الشام وباقي الفصائل من جهة أخرى وفصائل في الجيش الحر كالفرقة 13 ولواء صقور الجبل. أما الاغتيالات فاستهدفت بحسب الفصائل نحو 37 مسلحا أصيب أو قتل منهم 18 بينهم عدد من المسؤولين وأصيب 19 آخرون. الحصيلة الكبرى كانت من نصيب حركة أحرار الشام حيث اغتيل 10 بينهم 4 مسؤولين هم عبد الحجي عمر الحجي أبو جابر بنش وجرح يوسف أبو سعيد. أما في فيلق الشام فقد تعرض للاغتيال أبو هشام اللطقاني أحد المسؤولين الميدانيين إضافة إلى 3 آخرين تعرضوا للإصابة، في حين قتل مسلح من الجيش الحر واثنان من جيش النصر. الاغتيالات طالت أيضا
جبهة النصرة حيث قتل المسؤول الميداني أبو علي مهاجرين وأصيب أبو بكر الأوزبكي. أما في جيش الإسلام فمحاولات الاغتيال استهدفت أبو أنس عزاز الذي أصيب مع 3 مسلحين وقتل آخران. معظم محاولات الاغتيال تمت عبر زرع عبوات ناسفة بسيارات مسؤولي الفصائل المسلحة أبرزها على طريق سراقب معرة النعمان وأبو الظهور في ريف إدلب أو عبر إطلاق النار عليهم، أبرزها تلك التي حصلت في محيط بلدة كفريا المحاصرة في ريف إدلب الشمالي والتي قتل فيها 7 من حركة أحرار الشام برصاص مجهولين. أما مدينة معرة النعمان فاللافت أنها منذ 90 يوما ما زالت تشهد تظاهرات مناهضة لجبهة النصرة تطالبهم بالخروج من المدينة وبإعادة سلاح الفرقة 13 في الجيش الحر. اللافت أيضا أن ارتفاع وتيرة الاغتيالات والتفجيرات في مدينة إدلب أدت بجيش الفتح إلى الإعلان عن مكافأة مالية لمن يقدم معلومات أو يساعد في إلقاء القبض على منفذي التفجيرات وواضعي العبوات. وتيرة عمليات الاغتيال في إدلب السورية في ازدياد، وتتظاهر يوما بعد يوم عناصر تثبت ارتباطها بتوجيهات خارجية. فما هي أسباب هذه العمليات؟ لا شك في أن تصاعد عمليات الاغتيال في محافظة إدلب التي تعد قلعة جيش الفتح يعكس فشلا في إدارة المناطق التي يسيطر عليها ويضبط الأمن فيها. فعمليات الاغتيال التي لطالما نسبت إلى مجهولين في كثير من الأحيان تحمل في طياتها ضعفا في البنية التنظيمية وتحديدا في العلاقة بين المسؤولين الميدانيين على الأرض والقيادة العامة. ناهيك باستقلالية القرار لدى الأذرع الأمنية لهذه الجماعات، بحيث إن القادة العسكريين والشرعيين لا يستطيعون إيقاف العمليات التي يقوم بها هؤلاء والتي تبدو مرتبطة بمعظمها بتوجيهات أجهزة مخابرات خارجية. لكن ما هي أسباب هذه الاغتيالات؟ لعل الخلافات الفكرية بين جماعات جيش الفتح تقف في طليعة هذه الأسباب، خصوصا بين النصرة وجندي الأقصى من جهة وأحرار الشام وفيلق الشام من جهة أخرى، وأيضا الخلاف بين مختلف الجماعات على إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، خصوصا لجهة تحصيل الضرائب من المواطنين. أضف إلى ذلك الصراع على المناطق الحدودية مع تركيا والتي تعتبر خط تهريب يدر مردودا ماليا كبيرا. ثالث الأسباب هو نقمة الأهالي على بعض الجماعات جراء ممارساتها بحقهم، ما دفعهم إلى التمرد كما جرى في معرة النعمان ضد جبهة النصرة. كما أن واحدا من أسباب الاغتيالات هو ما يحمله المستهدفون من معلومات أمنية خطيرة، وفي هذا الإطار وضعت محاولة اغتيال هادي العبد الله، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى جبهة النصرة، ولا سيما أن العبد الله يعرف هوية أبو محمد الجولاني الشخصية. لا يبدو في المدى المنظور أن عمليات الاغتيال ستتوقف، بل هي مرشحة لتنال من قادة على مستويات أعلى. كما لا يبدو أن محاولات جيش الفتح ضبط الأوضاع ستنجح، كون هذا التجمع يحوي أسباب انفجاره أصلا نتيجة الخلافات الفكرية والعقائدية بين فصائله. وكيف إذا ما دخل البعد الإقليمي بقوة إلى سلسلة الاغتيالات هذه؟ فأصابع الاتهام وجهت إلى السعودية بقتل العديد من قادة حركة أحرار الشام، وإلى تركيا باغتيال أبرز قادة جبهة النصرة، بينهم القياديان أبو فراس السوري وأبو عمر المصري، وهما من الرعيل الأول الذي قاتل في أفغانستان وغيرها. الأزمة السورية حضرت في القمة الروسية الصينية التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في بيجين. وقد أعلن الرئيس الروسي أنه بحث مع الرئيس الصيني الملف السوري والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى القضية النووية لكوريا الشمالية. وأضاف بأن نظيره اتفق على المساعدة على التسوية السورية، وشدد على أن وجهات النظر متقاربة أو متطابقة عمليا، مشيرا إلى أن الرئيسين اتفقا على مواصلة تنسيق خطواتهما على صعيد السياسة الدولية. متواصلون بتقديم السابعة فيها أيضا، ولكن بعد الفاصل. البحر المتنفس الوحيد لأهالي غزة في رام الله.
بكم من جديد في السابعة من الميادين. طالبت الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي بريطانيا بالشروع في أسرع وقت ممكن في آلية الخروج من الاتحاد. وزير الخارجية الفرنسي دعا إلى تعيين رئيس وزراء بريطاني جديد بأسرع وقت ممكن خلفا لديفيد كاميرون. موقف الوزير الفرنسي جاء بعد اجتماع الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي، حيث دعا الاتحاد إلى المضي قدما وبسرعة لتحديد شروط خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي. عمر كايد. تتواصل ردود الفعل من قادة العالم على نتائج الاستفتاء البريطاني. العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ولندن ستأخذ مسارا مختلفا يبدو غامضا حتى الآن. تداعياته الكبيرة لم تتضح بعد، بالرغم من تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن خروج بريطانيا ضربة للوحدة الأوروبية. اليوم هو نقطة تحول بالنسبة لأوروبا. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضربة للوحدة الأوروبية، وتترتب عليه تبعات الخروج في الأيام المقبلة. بريطانيا ستبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي خلال سنوات مفاوضات الخروج منه. وزير الخارجية الفرنسي حاول التخفيف من وطأة صدمة الانفصال، مشيرا إلى أن المشروع الأوروبي وبالرغم من انفصال المملكة المتحدة سيبقى على قيد الحياة. وطالب لندن بتعيين رئيس وزراء جديد لتنفيذ القرار. نقول للبريطانيين لقد اتخذتم قراركم، ولكن أوروبا التي نريدها، وحتى لو نحتاج إلى تحسينها إلى تغييرها وإلى جعلها أكثر فعالية، سوف نبقي الفكرة الأوروبية على قيد الحياة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصل برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأكد أن علاقة بلاده مع بريطانيا لن تتغير. اتفقت ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون على أن نبقى على اتصال وثيق مع بعضنا بشأن النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، كما تحدثت إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، واتفقنا على أن الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين سيعملون معا بشكل وثيق في المرحلة المقبلة. أؤكد لكم أن الشيء الوحيد الذي لن يتغير هو العلاقة الخاصة القائمة والدائمة بين بلدنا والاتحاد الأوروبي. أوروبا بعد الاستفتاء تعيش تحولات خطيرة وسط مخاوف كبيرة من حذو دول أخرى طريق المملكة المتحدة وصعود القوى اليمينية المتطرفة. وفي فرنسا أعرب الرئيس فرانسوا أولاند عن أسفه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وخلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في قصر الإليزي، دعا أولاند إلى إنجاز عملية الخروج على نحو منظم. من جهته أكد بان كي مون أن الأمم المتحدة ستواصل تعاونها مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي كشركاء. آسف لنتائج الاستفتاء في المملكة المتحدة، لكنني أحترمها. إنها مسألة ديمقراطية. علينا أن نفكر بشأن عواقب ونتائج خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. علينا أن ننظم خروج بريطانيا ضمن إطار عمل الاتحاد بشكل جيد ووفق القواعد والمعاهدات الأوروبية. على بريطانيا والاتحاد الأوروبي البدء بمحادثات مكثفة من أجل تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها. أنا واثق بأن هذه المحادثات ستكون إيجابية وعملية. المشاكل التي نواجهها لا تتوقف عند الحدود الرسمية لكل دولة، ومن الواضح جدا أنه عندما نعمل مع بعضنا سنكون أكثر قوة. إلى ذلك أعلن جوناثان هيل المفوض البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي استقالته. في سياق موازن، ارتفع عدد موقعي عريضة تطالب بإجراء استفتاء ثان في بريطانيا بشأن العضوية في الاتحاد الأوروبي إلى 1.5 مليون. من جهتها أعلنت رئيسة حكومة اسكتلندا استعداد بلادها لإجراء استفتاء ثان للاستقلال عن بريطانيا وفتح محادثات مع الاتحاد الأوروبي. من العاصمة الفرنسية باريس ينضم إلينا مدير معهد الدراسات والأبحاث العليا في بروكسل الدكتور محمد بدي ابنه. أهلا بك دكتور. اليوم قيادة الاتحاد الأوروبي في بيان طالبت بريطانيا بتفعيل قرار شعبها سريعا، لماذا يطالب الاتحاد بالسرعة وهل هو جاهز لمثل هكذا خطوة بإطار وتيرة سريعة؟ هو كما تعرفين الآن التخوف الشديد في أوروبا، ولهذا طبعا عقدت هذه الاجتماعات وستعقد كما تعرفين عدة اجتماعات هدفها أساسا هو بعث رسالة إلى الرأي العام
الأوروبية أو إلى الآراء العامة الأوروبية حتى يتم تفادي عدوى ما حدث في بريطانيا. وبالتالي الجلسة اليوم وهي لها بعد تاريخي حيث إن التقرير الذين التقوا الدول الست المؤسسة هي أساسا كما تعرفين الدول ذات الارتباط التاريخي بأوروبا الغربية أو بالغرب تاريخيا أي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا من جهة وكذلك دول البنليكس المرتبطة بها تاريخيا. وهذه رسالة واضحة إلى أن أوروبا في الحقيقة قد لا تكون أوروبا القارية قد لا تتأثر بأسباب تاريخية ورمزية بما يحدث في الجزيرة البريطانية. هذا طبعا من الناحية الرمزية وفيما يتعلق بالرسائل المبعوثة إلى الرأي العام الأوروبي. في المستوى الثاني هنالك تخوف تقليدي لدى الأوروبيين من أن بريطانيا غالبا ما استعملت ورقة الدخول والخروج وإمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي للحصول على امتيازات إضافية منذ انضمامها سنة 73، وأن بريطانيا قدم لأنه قضية التصويت أو الاستفتاء لا تلزم بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وإنما يلزم بعد ذلك من ناحية القانونية أن تقدم طلب للخروج من الاتحاد الأوروبي. وتخوف هو أن تظل هنالك وضعية متأرجحة بريطانيا لا تخرج ولا تبقى في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحافظ على امتيازاتها أو تحاول أن تحصل على امتيازات إضافية دون أن تكون عضو فعلي في الاتحاد الأوروبي. وهذه الوضعية يخافها الأوروبيين لعدة أسباب، أولها أن أحد الأوراق التي تأمل فيها الحكومات الأوروبية هي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سينعكس سلبيا اقتصاديا، وهذا ما تؤكد عدة دراسات كما تعرفين اقتصادية، سينعكس سلبيا على بريطانيا، وبالتالي يصبح ذريعة أو يصبح وسيلة لدى الحكومات الأوروبية لدفع الشعوب الأوروبية للالتصاق بمؤسسات الاتحاد الأوروبي وإلى إدراك أن الانسحاب من مؤسسات الاتحاد الأوروبي انعكاسات اقتصادية على حياة المواطنين. إذن هذا ما تأمله هذه الحكومات حاليا. وما تقوله دكتور بأن هناك خوف داخل الاتحاد الأوروبي وتحديدا من الدول المؤسسة لهذا الاتحاد من مناورة بريطانيا واللعب على عامل الوقت. اليوم أيضا يبرز في بريطانيا أن هناك في مطالبات لأن يكون هناك إجراء استفتاء ثان. ما رأيك، هل بهكذا خطوة هل يمكن أن تؤخذ على منحى جدي؟ قد لا يكون مستحيلا كليا، لأن البريطانيين مثلهم مثل الأوروبيين الآخرين استيقظوا فجأة على أن احتمال انتهاء المشروع الأوروبي ليس أمرا نظريا. وبالتالي الحقيقة أن جزء كبير من الجدل السياسي، الكثير من الذين اليوم ينتقدون خروج بريطانيا كانوا في السابق ينتقدون مؤسسات الاتحاد الأوروبي ويلعبون على ورقة الانتقادات أو النظرة السلبية للآراء العامة الأوروبية تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وكأن هؤلاء السياسيين ليس هم الذين شاركوا في وضع هذه المؤسسات. ما فيها الجوانب التي ينتقدون فيها بالنسبة لأطفال اليسار غالبا يتم انتقاد اليسار بشكل عام انتقاد الطابع النيوليبرالي والرأسمالي لهذه المؤسسات، وبالنسبة لليمين هو وما يتعلق خصوصا بنقل جزء من الصلاحيات السيادية إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وتقريبا كل الحكومات اليمينية واليسارية والخطاب السياسي العام غالبا ما يوجه انتقادات لاذعة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وكأنه كان مستقل عنها. اليوم عندما استيقظ الجميع على أن مشروع الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينتهي فعلا ولم يعد الأمر نواريا، بلا شك أنه حصل توجه عكسي وأصبح هنالك محاولة لإظهار الالتصاق بمشروع الاتحاد الأوروبي لأسباب عديدة أصبحت معروفة. وبالتالي جزء من البريطانيين أصبحوا يدركون ما في ذلك من صوتوا لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، أصبحوا يدركون أو أصبحوا يعون ميدانيا وعمليا أن هنالك مخاطر حقيقية مباشرة على الصعيد الاقتصادي، على صعيد حياتهم، ولكن أيضا على صعيد إمكانية تفكك بريطانيا نفسها، لأن الدولة الوطنية أو الدولة القومية الأوروبية هي في الحقيقة مرحلة صغيرة في تاريخ أوروبا، وهي مهددة من داخلها لأن الانتماءات داخل هذه الدول القطرية ليست محكومة. وكما تعرفين إمكانية انفصال إيرلندا الشمالية وإمكانية انفصال اسكتلندا أمر أصبح الآن مطروحا، وكل دول الوطنية والقطرية في أوروبا لديها مخاوف شبيهة. قضية الانتماء حين يتم العودة إلى الانتماء الوطني والانتماء القومي تظهر من جديد الانتماءات أو الهويات الجزئية والمزايدات الهوياتية داخل كل بلد على حدة، وهذا بالتأكيد أنه أمر الآن أصبح يشعر به البريطانيون كما يشعر به الأوروبيون الآخرون. كل الشكر لك دكتور محمد بدي ابنه، وأنت مدير معهد الدراسات والأبحاث العلمية أو العليا في بروكسل، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس.
إذن خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأخرجت معها إلى العلن العديد من القضايا الاقتصادية الشائكة، أوضعت الجميع أمام تحديات واستحقاقات اقتصادية ومالية متنوعة. عبد الله الظاهر. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أحدث صدمة في أوروبا والعالم، وتردداته ينتظر أن تطاول مختلف القضايا والقطاعات ولاسيما الاقتصادية منها، فهو حدث سيكون له تداعياته الجيوسياسية في القريب العاجل. بالأمس خرجت بريطانيا، حسنا، ولكن ماذا عن اليوم والغد؟ أسئلة برزت فجأة ووضعت الجميع أمام صدمة الخروج وتداعياته الاقتصادية. صباح يوم الاثنين المقبل لن يكون كغيره من أيام بريطانيا السابقة، مع توجه الأنظار نحو الأسواق المالية والبورصات الأوروبية لرصد تردداتها ومؤشراتها لمعرفة ما إذا كانت قد استوعبت صدمة الخروج أم لا. قيمة الجنيه الاسترليني تراجعت والأرجح أن تستمر، وسط مخاوف من أن تضر نتائج الاستفتاء قطاع الاستثمار في خامس أكبر اقتصاد في العالم. وكالة موديس خفضت توقعاتها المستقبلية لبريطانيا، مشيرة إلى أن جدارتها الائتمانية باتت في خطر أكبر لأن البلاد ستواجه تحديات كبيرة. المعطيات تؤكد أن الخروج سيحرم بريطانيا تجارة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وسيتطلب منها أن تبرم اتفاقات تجارية جديدة مع بلدان العالم، ويضع المملكة أمام تحد اقتصادي ومالي واستثماري على المديين القصير والمتوسط، مع ازدياد احتمال دخولها في مرحلة كساد خلال عام. كما أن الاتحاد الأوروبي سيتضرر بدوره اقتصاديا وسياسيا مع رحيل دولة لم تكن فقط أقوى مناصر لاقتصاد السوق الحرة، لكنها أيضا تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي. بين أوروبا وبريطانيا تأتي أمريكا وشركاتها واستثماراتها المتعددة التي كانت تعد لندن بوابتها إلى أوروبا، فإلى أي وجهة ستتحول أعمال واستثمارات هذه الشركات؟ موقف لافت للرئيس الأمريكي باراك أوباما في هذا الإطار، تمسك فيه بتعهده أن أولوية الاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة ستكون للاتحاد الأوروبي لا لبريطانيا. كثيرة هي العناوين التي وسمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن السؤال اليوم هو: هل تتحمل أوروبا هذا الخروج أمام ما تعانيه من صعوبات وتحديات اقتصادية؟ ومن خسر من؟ أوروبا خسرت بريطانيا أم أن بريطانيا خسرت أوروبا؟ أم الاثنتان خسرتا معا؟ رأس البابا فرانسيس قداسا في غومري الأرمنية، شارك فيه الآلاف من المصلين من أرمينيا والدول المجاورة. غومري الواقعة قرب الحدود مع تركيا وفي موقع مطل على جبل أرارات، تعد مركز الأرمن الكاثوليك. وكان البابا فرانسيس قد زار النصب التذكارية للمجازر الأرمنية، مؤكدا في كلمات دونها على كتاب في الموقع أن الذاكرة لا يمكن أن تمحى. ذاكرة المأساة لا يمكن محوها، كلمات قليلة اختصر بها البابا فرانسيس رسالته إلى شعب أرمينيا والعالم، هي رسالة سلام في زمن الأزمات. بعد 15 عاما على زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى يريفان، ها هو البابا فرانسيس يقف أمام النصب التذكاري للمجازر الأرمنية في وقت تنضم دول جديدة إلى قائمة المعترفين بالإبادة. في هذا الموقع الرمزي صلى بألم كما قال، حتى لا تتكرر مآس مماثلة، وكي لا تنسى الإنسانية وتتعلم كيف تقهر الشر بالخير. في كل محطة من زيارته التاريخية لفتة إنسانية. التراتيل الأرمنية ملأت الباحة، حيث وقف المصلون وسط 12 مسلة ترمز إلى المقاطعات التي تعرض فيها الأرمن للمجازر. وفي الحدائق المجاورة بادرة من نوع آخر
ترمز إلى السلام والتجدد. خلفه جبل أرارات وأمامه أحفاد ناجين من المجازر، منهم من استمع لروايات المآسي ولهم جدد الدعم، دعم تجلى بأوضح صوره منذ اليوم الأول من زيارته حين استخدم بعفوية تامة مصطلح الإبادة. رسائل عدة حملتها هذه الزيارة التاريخية، رسائل إنسانية بالدرجة الأولى ودعوات إلى السلام ودفعة جديدة لعملية وحدة الكنائس من قلب الدولة المسيحية الأولى في العالم. وحول خصوصية وأهمية هذه الزيارة ينضم إلينا من مدينة يريفان الزميل مقدم برنامج أجراس المشرق على شاشة الميادين غسان الشامي. غسان، ما الذي أراده أو أراد أن يقوله الحبر الأعظم من خلال هذه الزيارة أو الرسالة التي أراد أن يوصلها؟ نعم سيدتي، قبل قليل أنهى البابا قداسا في الهواء الطلق في الساحة الكبرى التي نحن قربها الآن في يريفان، هو والكاثوليكوس، وكانت الساحة مليئة تغص بالناس. الصورة الأخيرة كان يقبل الجرحى والمعاقين جراء الحروب التي خضع لها الأرمن. بمعنى من المعاني أن الذاكرة هنا ذاكرة مثقلة بالمآسي، لأن الأرمن يحملون معهم إرثا ثقيلا من المذابح والإبادة. الناس هنا كل كان ينتظر ماذا سيقول البابا، هو مغبوط لأنه جاء بهذا الدعم، ينتظر كان كلمة الإبادة بشكل فعلي، ما لاحظناه في ميازين يعني في البطركية في اليوم الأول عندما خرجت الكلمة كما قلتم في التقرير بعفوية من فمه، وهي بالأصل غير مكتوبة في النص الذي وزعه الفاتيكان، ولم يكن حتى اللومباردي الكاردينال اللومباردي الناطق قد قال أنا لا أعرف ماذا سيقول البابا، وفعلا الكثيرون لا يعرفون ماذا سيقول. هو الطريقة التي تكلم بها منذ وصولي حتى اللحظة تأخذ منحيين، المنح الأول وهو المنح الإنساني العام، بمعنى أنه جاء يحمل رسالة دعم لإعلام الأرمن المستمرة منذ 1915. الجميع يعلم أن 70% من الشعب الأرمني قد أبيد في تلك السنة، ثم وصولا إلى 39، ومؤخرا أنت تعلمين أن أرمينيا أيضا تحمل حملة ثقيلا، فهي منذ 1988 وحتى اللحظة في نزاع حول ناغورنو كاراباخ مع أذربيجان. لكن في قمري يا سيدتي قال كلاما لافتا، تكلم عن ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى وهي قواعد يعتبرها من صلب المسيحية، الذكرى، أي يجب أن نحافظ على ذكرى الشعب، ذكرى الشعب الأرمني، وهي واعتبر هذه الذكرى قديمة وثمينة. القاعدة الثانية قالها أنها هي الإيمان، نعم. وهو يقول أن الشعب الأرمني هو أول من آمن بالمسيحية على يد تردوس الرسول والقديس غريغوريوس الذي هو الأرمني كيكور. القاعدة الثالثة وهي الهامة لأنها تؤسس للمستقبل، قال عن المحبة الرحيمة، وعليها قال بناء الجسور مع الآخرين وتخطي حواجز الخصوم. نعم، شكرا. الواضح على وجه الكاثوليكوس كراكين هذه السعادة بمجيء الوباء. الآن قبل لحظات قام رئيس الجمهورية من مكانه وتكلم مع البابا، لأن البابا في لقائه مع رئيس الجمهورية أيضا قال كلاما هاما بالنسبة للأرمن، دعاهم إلى التلاحم، إلى الشجاعة، ودعا القادة إلى البحث عن دروب كفيلة بتجاوز التوترات، وتحديدا مع دول الجوار. أنا أعتقد أنه يقصد أذربيجان حول ناغورنو كاراباخ. أشكرك جزيل الشكر زميل غسان الشامي مقدم برنامج أجراس المشرق ومفد الميادين إلى يريفان، إلى كل هذه الإحاطة التي قدمتها لنا. We'll be right back.
أصيب 7 يمنيين في تفجير انتحاري استهدف سوق رندا الشعبي في محافظة إب وسط اليمن. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع اليمنية سقوط قتلى وجرحى من قوات الرئيس عبد رب منصور هادي شمال محافظة الجوف، وأضافت بأن الجيش واللجان استكملوا السيطرة على منطقة نجد كرب في مديرية القبيطة شمالية محافظة لحج جنوبية البلاد. ما زالت أخبار المعارك الميدانية تطغى على مسار المفاوضات اليمنية، فقد تصاعدت حدة المواجهات بين قوات الرئيس هادي والجيش واللجان الشعبية. ففي صنعاء احتدمت المعارك على الجبهات على نحو غير مسبوق بين الجانبين في مديرية نهم. مقاتلات التحالف السعودي شنت غارات جوية على منطقة بران بالتزامن مع قصف قوات هادي المدفعي والصاروخي على مناطق مبدعة وبني بارق والحول ورمان في المديرية عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء. في محافظة الجوف دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة ثانية في منطقة حام شرقي مديرية المتون، بعد ساعات من استهداف طائرات التحالف السعودي تجمعات قوات هادي ما أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم، كما دمرت آليات عسكرية لهم في المديرية ذاتها ما دفع بقيادات ميدانية لقوات هادي بالدعوة إلى فتح تحقيق عاجل في الغارة التي استهدفتهم. طائرات التحالف السعودي شنت سلسلة غارات على سوق الشقراء في مديرية الوازعية جنوبية غرب تعز، في حين تجددت المواجهات بين قوات هادي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى في منطقة ضباب عند المدخل الجنوبي للمحافظة، كما دارت مواجهات مماثلة بين الطرفين في مديرية ذباب غربية المحافظة، فيما جددت قوات هادي قصفها المدفعي على منطقة الجحملية شرقية مدينة تعز. هذا واندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين في منطقة قيفة بمديرية إرداع في محافظة البيضاء. الحدود اليمنية السعودية اشتعلت مجددا بعد هدوء لم يدم طويلا، حيث عاودت القوات السعودية قصفها الصاروخي والمدفعي للمدينة القديمة والشارع العام بمديرية حرض، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات التحالف السعودي فوق مديرية ميدي في محافظة حجة. وصلت عضو الكنيسة الإسرائيلي كيسينيا سيفدلوفا إلى اسطنبول في أول زيارة معلنة لمسؤول إسرائيلي إلى تركيا منذ 6 سنوات. في سياق متصل التقى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان في تركيا وفقا للإذاعة الإسرائيلية. اللقاء جاء تمهيدا لإنجاز اتفاق المصالحة بين الجانبين الأسبوع المقبل. محمود واثق. هي خطوات قليلة تفصل تركيا وإسرائيل عن رأب الصدع بينهما والتطبيع الكامل للعلاقات بعد قطيعة دبلوماسية دامت 6 سنوات عقب الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية التي حاولت كسر الحصار عن قطاع غزة عام 2010. مسؤولون أتراك باتوا يتحدثون عن اتفاق وشيك سيبرم قريبا بين الجانبين. أعتقد أن التقارب التركي الإسرائيلي برغم أنه تفوح منه رائحة المصلحة الاقتصادية فإن ذلك يشير إلى حاجة تركيا ووضعها الحرج في المنطقة، وأنقرة ستحاول الاحتفاظ بوفائها مع حماس وبعلاقاتها مع تل أبيب. أنقرة وضعت شروطا 3 لتطبيع العلاقات، وهي الاعتذار الرسمي ودفع تعويضات مالية لأهالي الضحايا ورفع الحصار عن غزة، شروط يبدو أنها لم تصمد أمام الصفقات الاقتصادية التي تسعى إليها أنقرة مع إسرائيل. وفي المقابل تصر تل أبيب على إغلاق مكاتب حماس على الأراضي التركية. لقاءات الأتراك مع قادة الحركة مؤخرا قد تؤدي إلى حل وسطي يرضي إسرائيل ولا يقطع العلاقات بين تركيا وحماس. أحد الأوراق الضاغطة على إسرائيل وتركيا كان موضوع الغاز الذي اكتشف في عرض البحر المتوسط بكميات كبيرة مهولة. هذا الأمر تحديدا حتى تستطيع إسرائيل نقل هذا الغاز والاحتياطي الغاز الموجود لديها إلى أوروبا تحتاج عمليا إلى غطاء آمن.
وبرأي المحللين فإن عودة الدفع للعلاقات التركية الإسرائيلية يغلب عليها التابع الاقتصادي الذي لم يتأثر كثيرا طوال السنوات القطيعة، ولا شك أن التعاون التجاري سيكون عنوان المرحلة المقبلة بين البلدين. إذن تتجه أنقرة وتل أبيب نحو إنهاء أزمة دبلوماسية استمرت سنوات، محاولة من تركيا لإنهاء مشاكلها مع الجيران، لكنها وضعت نفسها أمام اختبار حقيقي، المصالح الاقتصادية أو العلاقة مع حماس، فهل تنجح في التوفيق بين النقيضين؟ محمود واثق، إسطنبول، الميادين. لا يترك أهالي قطاع غزة المحاصر وسيلة لتخفيف المعاناة من أزمة الكهرباء والحصار في رحاب الشهر الفضيل. اللجوء إلى البحر هو المتنفس الوحيد لأبناء غزة المحاصرة. لنا شاهين. فن التكيف مع الواقع يتقنه أبناء غزة وباقتدار. شمس الأصيل تهفو إلى الماء طوق الصائم لذهاب الظمأ وابتلال العروق. الطبيعة هي الداء وفيها الدواء، والبحر خيار الفقير والغني على حد سواء. البحر ما بكلفنا هالفلوس يعني، إضافة إنه الولاد إجازة بينبسطوا بكيفوا، والدنيا رمضان كمان الواحد بسهر. الكهرباء وظروف البيوت كيف فيها عتمة وخنقة وعدم تهوية، ففي الجو هذا بنبسطوا الأولاد وإحنا بننبسط معهم إن شاء الله. ويبقى شاطئ البحر هو الملاذ إن في الليل أو النهار، ويحلو السهر مع اعتدال الطقس ويطيب السمر للسمار. جايين نفطر أنا نغير جو، أول حاجة عازم نسايب اللي هو جزام بنات التنتين، وجايين نغير جو، وانت عارف كهرباء ما فيش، الواحد بفضفض عن حاله بيغير جو بشم اولاد الهواء زي ما تقول، فمنهم انه ياخد ببسط هالصغار وبفرحهم. رغم كل احباطات وهموم غزه لا يشعر شهر رمضان الفضيل بالغربه باي حال، اجواؤه تفرض نفسها وبقوه في الحل والترحال. يوم رمضاني يرحل في انتظار يوم جديد. في البدء كان البحر وعلى شاطئه رقدت غزة منذ آلاف السنين، علمها وأهلها الصبر على تقلبات الزمان، وتأبى غزة في رمضان إلا أن تفرح وهي في قلب الأحزان. لنا شاهين، غزة، الميادين. بهذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. عشرة شهداء على الأقل في هجوم مسلح لحركة الشباب الصومالية على فندق في مقديشو. القوات العراقية تواصل تقدمها شمال صلاح الدين وتصل مشارف الشرقاط. مقتل عدد من المسلحين في غارات سورية وروسية مكثفة على مواقعهم في ريف حلب. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تسريع خروج بريطانيا، وأسكتلندا تتجه إلى إجراء استفتاء بشأن الاستقلال. البابا فرانسيس يزور النصب التذكارية للمجازر الأرمنية في يريفان، ويقول إن الذاكرة لا يمكن محوها. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير، إضافة إلى مشاهدة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.